المعروف ان كواليس مسرح وبلاتو عادل امام معروف عنها الانضباط التام، وبيقولوا بيت النجم عادل امام اثناء الاستعداد لتقديم عمل معين هل بيكون ماشي بنفس الوتيره ومظاهر توتر والانضباط ده هي بتتحرك في البيت؟ ده صحيح. في البيت بيبقى في حاله استنفار. ومراتي بتبقى بقى عرفت خلاص، يعني بعد خبره طويله، انا متجوز بقى لي اكتر من 30 سنه تقريبا ما شاء الله. فمراتي عرفت بدل في فيلم داخل يبقى فيه بقى دوشه وفي قلق وفي اختار الملابس، هاتوا لي البتاع اللي كانت فوق، فين البتاع اللي كانت هنا، فين اللبس اللي كنت مش عارف بعمل فيه ايه، لا ارجع تاني اقول كان في حاجه هنا، كان في مش عارف ايه هنا، انا عايز البنطلون الفلاني هاتوا لي انا كنت سابه هنا. بيبقى في عصبيه ونرفزه، بيبقى في بقى شغلانه، خاصه وانت بتحاولي تعملي شكل للدور، بتنقي له الملابس بتاعته، بتشوفي ملامحه، وبتقعدي كل شويه تبصي في المرايه، لان مساله ابداع دي مش سهله طبعا. انك انت بتعملي دور بتحاول يكون مختلف عن الادوار السابقه، لان الموضوع برضه مختلف عن المواضيع التانيه. اكيد. فبيبقى في حاله الصنف، فمراتي عرفت بقى يعني.